صفية العمري. عيون صفية أم نازك هانم السلحدار، أيا كانت الألقاب فهي هانم السينما المصرية. برغم الانكسارات التي تعرضت لها إلا أنها قادرة على الصمود حتى الآن. أحبها الجمهور من خلال شخصيات قدمتها بطريقة مبهرة، فموهبتها الكبيرة تظهر بقوة من خلال تلك الأعمال. في حياتها الكثير من الأزمات، وبالرغم من ذلك ظلت صفية العمري كعادتها قوية ومثابرة. في تقريرنا اليوم سنسرد لحضراتكم تلك الأزمات في حياة الفنانة صفية العمري من بدايتها حتى الآن، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. صفية مصطفى العمري ولدت في 20 يناير من عام 1949 بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية. تخرجت من كلية التجارة ولم تعمل في مجال دراستها، بل اتجهت لدراسة اللغة الروسية وعملت لفترة مترجمة في المؤتمرات الدولية. ولكن كانت لديها أيضا ميول فنية، فكانت تحلم أن تكون عازفة موسيقى أو راقصة بالي. بدايتها الفنية كانت عندما فازت في برنامج لاكتشاف المواهب للعمل في تقديم البرامج، وتفاجأت بنشر الصحافة لصورها التي لفتت انتباه المنتج رمسيس نجيب، فاكتشفها وشجعها على التمثيل، كما أسند لها دورا في فيلم بدأت به مشوارها الفني، وحاول احتكارها فنيا فتمردت عليه وخرجت من عباءته، واستطاعت من خلال موهبتها أن تنقش تاريخها الفني، فقدمت مجموعة من الأعمال المتنوعة التلفزيونية والسينمائية، ومن ضمن هذه الأعمال ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، حب لا يرى الشمس، البيه البواب، عفاريت السيالة، بيبو وبشير، أحلام الفتى الطائر، على باب الوزير، أنا اللي قتلت الحنش، المصير، المهاجر، حارة المعز، الأصدقاء، وامرأة من نار. بعد تلك النجاحات المتكررة اختارتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة عام 1997، ولكنها اعتذرت عن الاستمرار في المنصب عام 2006 احتجاجا على الحرب على لبنان. من الأزمات التي تعرضت لها هانم السينما المصرية كانت عندما أصيبت بالعصب السابع، واضطرت على إثره أن تخضع لجلسات كهربائية، وتسبب خطأ طبي أثناء هذه الجلسات في تشوه جزء من وجهها، وأكدت في أكثر من لقاء أنها لم تصب بالشلل في وجهها كما أشاع عنها البعض. ثاني المنعطفات في حياتها كانت عندما تعرضت لواقعة نصب، حيث ذكرت في إحدى البرامج الحوارية أنها تعرضت لعملية نصب كادت أن تقضي على ثروتها بالكامل، عندما جاء شخص ادعى أنه من طرف الشيخ الراحل محمد الشعراوي ونصب عليها وأخذ من ثروتها مبلغ كبير جدا. أما عن حياتها الشخصية فإنها تحرص دائما على إبعادها عن أعين الصحافة، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها لا يعرف شيئا عن حياتها الشخصية. فقد تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان المصري جلال عيسى الذي أحبته كثيرا وأنجبت منه ولدين هما وليد وأحمد، ولكن زيجة صفية وجلال لم تستمر طويلا حيث انتهت بالانفصال بعدما تزوج جلال بأخرى وأنجب منها، وهو ما سبب لصفية عقدة نفسية وقررت عدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى. وعن ذلك تقول: لم أتزوج مرة أخرى حتى لا تتكرر مثل هذه التجربة الفاشلة التي تسببت لي أزمة نفسية صعبة. برأيك عزيزي المشاهد، لو لم تحصل الفنانة صفية العمري على لقب هانم السينما المصرية، فأي لقب سيكون الأقرب لها؟